سلام بنات، مرحبا بكم في قناه شيوات ساره مريم. مرحبا بالبنات الجداد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الدجاج مقلي بواحد التتبيله رائعه اللي كيحماق عليها كلشي عندنا حنا في الدار، واي واحد دقه كتعجبو بزاف بزاف بزاف. المهم التتبيله سبيسيال بطريقه ديال الطهي سبيسيال، دونك خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. اول حاجه كنوجد الخليط اللي غادي ماريني فيه الدجاج ديالي اولا لي فيلي ديال الدجاج. كناخذ بول كندير فيه جبيضات، ولا مهم نتوما تقدروا ديروا البيض بيضه ولا جوج بيضات ولا ثلاثه على حسب الكميه اللي عندكم. كتخلطوا معاه الحليب حتى كيتولي مجانس وكيبقى واخا هكاك شاد واحد القوام ما خفيفش بزاف. كنزيد عليه كاس ديال مايزينا النشا، الا ما كانش عندكم نشا تقدروا تستعملوا الطحين عادي. من بعد كنزيدو واحد ياغورت طبيعي. من بعد كنزيدو الثومة، انا هنا درت 3 تاع الدروس ديال الثومة، تقدروا نتوما ديروا الثومة بودغ الا كانت عندكم، وشوية ديال الفلفل الحار للحر، شوية ديال سكينجبير، وشوية ديال الخرقوم، شوية ديال الابزار، الملحة، من بعد ما خلطت الخليط ديالي كامل دابا كنزيد لي فيلي ديالي. كنخلطهم مزيان مع الخليط باش يتجانسوا ليا، دونك هنا من الاحسن تخليهم اكبر مده ممكنه باش يلاه يشربوا داك التتبيله كلها وداك الخليط كامل، وعاد تقدروا تطيبوهم. هنا خديت كونفليكس الطبيعي، كان نهرمشو على هذا الشكل، ما بغيتش نطحنو باش يخصو يبقى شويه بحال على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنا كنزيد عليه الحار، وكنخلطو صافي. هنا من مورا ما خليت لي فيلي ديالي تقريبا 6 سوايع، غادي نبدا ناخذهم ونديرهم على الكونفليكس والحار على هذا الشكل هذا. الكونفليكس كيعطيهم واحد القرمشه رائعه، كيجيو غزالين 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 بزاف. جربوهم جربوهم وردوا عليا في الكومونتير.
صافي هنا درتو ملي كديرو ملي تقلاو كتخليو الزيت شويه يكون سخون وكديروهم يتقلاو. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يقليو الحاجه دونك من الاحسن دخلوهم حتى الفران نديرو نفس الطريقه ودخلوهم في الفران في بلاصه في عواد ما تقليوهم كيجيو عاوتاني زوينين. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال لي فيلي ديالنا كيجيو رائعين في المذاق كيجيو زوينين. نتمنى يكون لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. ترقبوا ان شاء الله لا سيمين الثالثه من شهر 4 غادي يبداو ان شاء الله لي بريباراسيون ديال رمضان ولي بريباراسيون ما قبل رمضان ان شاء الله غادي نولي نحط لي فيديو ديال هادشي كامل. دونك تهلاو ليا فراسكم والى لقاء في وصفات جديده ان شاء الله.